اشرب يا علي الهادي اشرب أقدم لك كأسا من الخمر ما ألذ طعمه. اشرب يا أبا الحسن اشرب. والله ما خامر لحمي ولا دمي. اشرب يا علي اشرب. قلت لك والله ما خامر لحمي ولا دمي قط، فعفني. إذن فليخالط لحمك ودمك الآن يا أبا الحسن، فما المانع من ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنه يذهب همك ويسلب عقلك فيطيب يومك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فيه منافع للناس، أليس كذلك؟ المنافع بالبيع والشراء الحرام والعمل والتفكه والتلاهي. واعلم بأن شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه، مائلا شقه، مدلعا لسانه، ينادي العطش العطش. وقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أصلي على غريق خمر. غريق خمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لا لا، لسنا منتهين. حسناً حسناً، لقد أعفيتك فلا تشرب. يا أبا الحسن، إني لا أعشق الشعر كثيراً، فأنشدني أبياتاً أستحسنها. أنا قليل الرواية للشعر. بل أصر عليك بأن تنشدني، لا محالة. أنشدني شعرا في وصف الخمر والجواري. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها إلى الأعداء وانتقلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة؟ أما تحمى بأسهمهم؟ لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة؟ أما حاموا؟ أما اغتضبوا؟
أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات هيهات، ما نفع شيئا وما دفع عنك المنية إن وافى بها الأجل. فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟ Ha 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 ha